قدوميها قبل كبنادر احنا دوقا مقالة مقدشة يا وحاو مقالة اسيو كلاكل ميك وكيلك حقيها قودة قرامة ميدوبة وقابل سندلك صوماليا سيدا واربحين تنصو سعوتاي كفا فاهين سوريها يقهيبا محمد نور كلان اي وضياشين وفد وهقامين يي وقابل سنها قرامة ميدوبة عرمها صوماليا يو قدوميها قبل كبنادر احنا دوقا مقالة مقدشة ايا وحلو قبتي اقل كدولة دخوصي كلانكا ايا انت بدني وحا الوغا هاللي امانك مقالة مقدشة يو سيابها اللوغو دنجنكرو حالة دا امني اي مقالة مقدشة كدب كلانكا ايا وحا صحافة دلها اللي قدوميو كحقانكا عرمها بلوشدة ما ملكو قبل كبنادر ايمان نور ايكر او كهاللي اقضبضا اي كوضا هاللين قدوميها ايو قابل سماها عرمها قرمضا ميدوبي وقابل سن عرمها صماليا ميكل توحا صوبة وضي قبلكا مير كان بوقش الشرف وقيمت مايكل كيتينغ او ممثل كا حقاياها قود يو انكا او اولا صعودا نين اساقنا امنيقا كلا شقايا كلان كوضا نوحوها رنتي كلان او نمبر ون او اسبرشا طبعا ما دام هدا لغوري جي امنيقنا قبلكا اما قرشا هذي او صعودا ان امنيقنا اي حقاير اي كوضا هدلان مامول كان شرفا يوهد ان حفيز كوضا لغوي مادو اريمها امنيقا طبعا ما دام امنيقا لغوري جينا سؤال بدنا لسكوي دينو يا محا معنى هذا اي تهي een markii lagu wareejiyay ee gobolka hadda waxa ay la shaqeeyaan hay'adda niisay la shaqeeyaan booliska la shaqeeyaan xaruntooda oo hadda villa nabad oo een michael keating iyo un ka ay degan yihiin marka een waxaan u xaqiijinay in xiriirada socday ama hor u jiray inay hagaagaan maahan inaysan hoos u dhac uusan ku iimaaneynin amnigoodana sida amniga shacabka Soomaalida looga shaqeyn doono iyaga amnigoona in sidaasi een looga shaqeyn doono dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa waxa uu daafuray hotel Lido Seafood oo ahaa hotelkii ay dhawaan waxyeeladu ay gaarsiiyeen al shabaab isla markaana dad badan ay ku baabeen ka oo dib u furay gudoomiyaha gobolka Banaadir Hibe Maxamed Nuur Somali Channel magaalada Muqdisho